أولا طبعا نشكرك ونشكر إدارة البنك الأفريقي للتنمية على إتاحة هذه الفرصة في هذا الاجتماع لتبيين وجهة النظر ليبيا الجديدة فيما يتعلق بأفريقيا والتعاون مع أفريقيا، يعني فيما يتعلق طبعا بمشاركة ليبيا في هذا الفند، يعني وفي هذا الصندوق تنمية أفريقيا. هو قناعة طبعا من ليبيا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير بأن التعامل سيكون هو تعامل بين الشعوب وتعامل بين الدول وليس بين الأفراد، وهذا يتطلع أو أنه يتطلب التعاون أو أسس التعاون أن تتم عن طريق آليات التي تتوفر فيها الشفافية، آليات تتوفر فيها المهنية في التعامل مع الأشياء. وبالتالي فنحن يعني دائما نعتبر الشعوب الأفريقية وليبيا جزء من أفريقيا، ودائما لدينا الرغبة في أن نحن نساهم في تنمية أفريقيا، وبالتالي اخترنا هذا الطريق، يعني بدلا من المساعدات المباشرة إلى الدول وقد تكون إلى أشخاص وخلافه، فنحن انتهجنا النهج الجديد في ليبيا الجديدة بأن تكون هذه المساعدات للشعوب الأفريقية أن تتم عن طريق مؤسسات تتوفر فيها زي ما قلنا الشفافية، تتوفر فيها المهنية في التعامل من غرض المصلحة المشتركة لشعوب أفريقيا. وبالتالي فاتخذنا القرار بأن يكون هذه المساعدات اللي تستعد ومستعد الحكومة الليبية بإعطاها للشعوب الأفريقية أن تتم عن طريق البنك الأفريقي للتنمية وعن طريق صندوق الأفريقي للتنمية.